عبر الهاتف من الرياض دكتور محمد السعيدي الكاتب والمحلل السياسي السعودي. دكتور محمد، في البداية دلالة توقيت زيارة لافروف للسعودية بعد حوالي أسبوعين فقط من زيارته الخليجية، وكيف قرأت تصريحات لافروف والجبير في مؤتمر الصحفي بينهما اليوم؟ أعتقد أن المجتمع الدولي بشكل عام والدول الكبرى الولايات المتحدة و روسيا بشكل خاص معنية بشكل كبير جدا في الأزمة الخليجية، وذلك لما يمثله الخليج خاصة من ثقل اقتصادي واحتياج لكلا الدولتين العظميين أمريكا والولايات المتحدة، سواء كان هذا الاحتياج احتياجا اقتصاديا أم احتياجا سياسيا. فتسوية الأزمة الخليجية مهمة جدا لكلا الدولتين، كما أنها مهمة لجميع دول العالم، لا سيما وأن هذه الأزمة مبنية على أساس مكافحة الإرهاب، ومكافحة الإرهاب الآن يعتبر هم دولي. ولا أعتقد أن روسيا بما لها من ثقل تريد أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي الشريك الوحيد لمحاولة حل الأزمة، تريد أن تضع أيضا بصماتها وتضع ثقلها السياسي من خلال ماذا دكتور محمد؟ يعني هل تعتقد أنه جرى في هذا الاجتماع بين لافروف والجبير أي مواقف يريد أو تريد موسكو أن تخرج منها من لقاء السعودية، خاصة وأن الجبير خرج في المؤتمر الصحفي بعبارة تتمسك الرياض بمواقفها من الدوحة إلى أن تغير الأخيرة مواقفها فيما يخص ردع أو المقاومة الإرهاب؟ في تقديري أن علاقة روسيا بإيران علاقة وثيقة جدا، لا سيما وأن روسيا داعمة للموقف الإيراني في كثير من المشكلات التي قامت بها إيران في العالم، أخص المشكلة أو الأزمة السورية. وبما أن إيران الآن هي الحليف أو أحد الحلفاء أو الذين يظهرون التعاون الكامل مع قطر، فبإمكان روسيا الضغط على قطر أو الضغط على إيران، هذا من جهة المملكة العربية السعودية. أما من جهة روسيا فأعتقد أنها تسعى لتلبية مطالب أو رغبات إيرانية، تعتمد التخفيف عن قطر ورفع أجزاء أو أشياء من هذه المقاطعة، أو على الأقل تم بذل أو تقديم أو التقدم في خطوات جديدة في المقاطعة، خاصة أننا نعلم أن ما تم من خطوات في المقاطعة ليست هي الخطوات الوحيدة أو النهائية لهذه الدول الأربع، وأن الدول الأربع في بداية المقاطعة تكلموا بأن لديهم خطوات أخرى، وهناك تسريبات بأن لديهم أكثر من 21 خطوة، وأنهم لم يقوموا إلا بالقليل من هذه الخطوات. نعم، زيارة الوزير الروسي ربما تستثمرها المملكة العربية السعودية فيما قلت، كما أنها مهمة لقطر من هذه الناحية، من ناحية علاقة إيران بروسيا وعلاقة إيران بقطر. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا من الرياض دكتور.